فضلنا دول الأوبك وغير الأوبك أن نبقي على اتفاق الثلاثي الأول من 2021 في نفس مستويات التخفيض، يعني نفس مستويات التخفيض ونفس مستويات الإنتاج، فراح يعطي كذلك دعم لامتصاص الكميات الموجودة المخزون الإضافي الموجود في السوق. فهذا راح يخلي بالنسبة للجزائر نبقى على إنتاج 876 ألف برميل في اليوم لإنتاجنا من النفط.